موقع أنا السلفي. يجب علينا أيضا أن ننصر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصروه، فإنه ينبغي أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نصرة الله عز وجل له: وينصرك الله نصرا عزيزا. فالله عز وجل سينصره نصرا عزيزا، لكن الشرف لنا أن ننصره نحن في الأرض أيضا، فإن نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف لنا، فالنصرة حاصلة حاصلة، ولكنك أنت تشارك في هذه النصرة تحقق الشرف والمثوبة والدرجة عند الله سبحانه وتعالى، حتى تصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كرمه الله عز وجل به. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليه ثناء عظيما فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك، شرح الله عز وجل له صدره ووضع الله سبحانه وتعالى عنه وزره، حتى عصمه من الوقوع في الخطايا من كبائرها وصغائرها، كان معصوما منها صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم تن عليه فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيعطيك الله سبحانه وتعالى حتى ترضى. وقال ربنا عز وجل: وعسى أن يبعثك الله مقاما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالله سبحانه وتعالى رزقه المقام المحمود ويعطيه حتى يرضى، وأعطاه نهر الكوثر وحوض الكوثر، فإنه حوض عظيم جدا عليه ملايين من الأكواب من الذهب والفضة، وفيه ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عطاء الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، بل لا تفتح الجنة إلا له صلى الله عليه وآله وسلم.